وايضا معها المساعد محمد الغياتي. اذا نكمل تشكيل فريق جمعيه الرسالة للتربيه الكابيتان. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكروا كاسي يوسف على هذا الالتفات لهذا الدوري. من بدايه الدوري متينا معنا كتوثق معنا الدوري هذا. كما شفتوا اخي يوسف بطوله عرفت واحد سته اشهر من المنافسه، عرفت واحد 150 مقابله ما بين جمعيه المجتمع المدني التابعه للملحق التاسعه. وكانت فيها نديه وكانت واحد منافسه شريفه اللي انتهت بهذا الحفل الختامي. كنتمنى من الله يكون عنده حسن التطلعات. شنو نقول لك، انتم شو الاجواء. الحمد لله الجمعيه اللي كتمثلني جمعيه المستقبل للتنميه كانت بطله في فئه الصغرى، ومازال ان شاء الله فئه الكبرى ديال 2005 2006 يلعبوا النهائي بعد لحظات. وكنتمنوا التوفيق وشكرا قناه اشواقع على هذه الالتفاته، وشكرا السي يوسف. يلعب بالعقل، يلعب بالذكاء، يستخدم ذكائه من اجل استكشاف اهداف مقابل هدفين بانتصار حتى الان. يمشي الجبري يصور الجول، الجبري يحطها في الشبكه. نعم، وصارت 3-3. الركلة الآن أكدوا كامبيون المستقبل، كامبيون لفريق جمعية المستقبل، يفوزون باللقب الغالي، اللقب الغالي الغالي. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم سعيد الذاكر عن جمعية المجتمع المدني بحي بن كيران. شاهدنا جميع مباراة النصف النهائي، الدور النهائي اللي جمعت ما بين جمعية الرسالة للتربية والتخميم وجمعية المستقبل والتنمية. هذه المباراة اللي جات بعد أشواط طويلة ضمن بطولة جمعية المجتمع المدني في كرة القدم المصغرة اللي عرفت مشاركة 9 جمعيات تبارت فيما بيناتها، وفي الأخير أعطتنا هذه المباراة الشيقة الحماسية اللي شاهدناها جميع. عرفت أهداف، تميز لاعبين صغار، وبحقيقة هذه المباراة هذه كتعطينا واحد النظرة على واحد مجموعة المواهب اللي كتم اكتشاف ديالها في هذه المباراة هذه. كنتمنى ان المباراة الثانية اللي تجمع ما بين جمعية المستقبل وجمعية هضبة الشرف لا يتنافسوا على كذلك على النهائي شكون اللي يفوز بالمرتبة الأولى. نتمنى اننا نشوفوا المباراة كما شفنا هاد الصغار، هاد الفئة 2005 2006 طبيعة الحال تكون واحد حرارة مرتفعة كما كيقولوا بالنسبة لهذه المباراة اللي غنشاهدوا فيها مهارات تقنيات، غنشوفوا أهداف إن شاء الله. ونتمنى أن في حال المحطات هذه الدوريات هذو والبطولات أنهم يتكرروا المواسم القادمة إن شاء الله. وكما كتشوفوا الأجواء ما قبل رمضان، هي ليلة رمضان إن شاء الله وعشوها معنا. كنتمنى أن نشوفوا شي مباراة إن شاء الله تكون شيقة وحماسية إن شاء الله. وايضا رقم 9 محمد الوهابي، 3 انس قاسمي، 2 ايمن عباسي، 10 موسى عبد الويب، و6 الان. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكر جمعيه المجتمع المدني على هذا التنظيم الرائع صراحه. بالنسبه لمقابله النهائي كانت واحد المقابله الصراحه في مستوى ما بين الجمعيه ديالنا جمعيه رساله التربيه والتخييم وجمعيه المستقبل. واحد الاجواء كانت صراحه رائعه بزاف، وعشنا مع اليافعين كاملين واحد الاحساس صراحه كان اول مره كتجربوا. من ناحيه المقابله تمشوها انتهت بضربه ترجيح اللي هو ضربه الحظ، والحمد لله ادواء اللي مكتسب علينا. وكنقول مبروك لجمعيه المستقبل على هذا الفوز ديالها بالنهائي. شكرا.
كلما لحارس محمد رضا دراوي هي الأخيرة، هي الأخيرة سيد الحكم، ربما هي الأخيرة يا سيد الحكم. نعم الركلة الأخيرة، الركلة الأخيرة لشرنانيسكا. كامبيون 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 كامبيون. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.